طالب النائب خليل الصالح شركة الدرة للعمالة المنزلية بمنح الأولوية لتلبية طلبات المواطنين في هذه المرحلة، مستغربا فتح الشركة أبوابها للوافدين لاستخدام الخدم ما ترتب عليه إرهاق المواطن بطوابير الانتظار. وقال الصالح إنه من غير المقبول في ظل أزمة العمالة وبعد طول انتظار لانطلاق خدمات الشركة المتعثرة أن يدخل المواطن في دوامة أخرى بسبب مزاحمة الوافدين. وأكد أن شركة الدرة أنشئت من أجل إنهاء معاناة المواطنين من ارتفاع أسعار الخدم وليس لتجديد معاناتهم بطوابير الانتظار.